Uh, النهارده ان شاء الله هنبدا نحل التمارين بقى الاكسرسايز اللي هو اكسرسايز 4 اللي هو الليسون 4 اللي احنا اخذناه اللي هو مولتبلاينج اند ديفايدنج الرشونال نمبر. اول سؤال هنا بيقول لك the multiplicative identity of the rational number. اول كويشن هنا بيقول لك the multiplicative identity of the rational number فهيكون هنا الايه؟ ال1 طيب لما يقول لك هنا بقى ايه؟ the multiplicative inverse، multiplicative inverse عشان برضو ده بيلخبط طلبه كتير. الانفرس يعني ايه هجيب الريسيبروكال المقلوب هشقلب يعني 3 اوفر 7 هيكون 7 اوفر 3 طب هنا بيقول لي ذا مالتيبلكتيف انفرس اوف ذا نمبر نيجاتيف -4 اوفر 9 هتقول له مستر بوزيتيف 9 اه اوفر 4 مين اللي قال كده انا قلت الريسيبروكال انا بقول لك على اخطاء ناس زمايلك كتير جدا وبرده دفعات كتير فاتت يجي يقول لك ايه مالتيبلكتيف انفرس اه يبقى النيجاتيف هنخليها بوزيتيف مين اللي قال كده انا قلت هنجيب الريسبروكال يعني ايه ريسبروكال بدل ما 4 اوفر 9 هتكون 9 اوفر 4 9 اوفر 4 بنحط الثاني هنا يكون الايه النيجاتيف طب هنا بيقول لي زي مالتيبلجيتيف انفرس برضه نفس الكلام هتجيب الريسبروكال نيجاتيف 6 النيجاتيف 6 اللي يعتبر بيزيكلي اوفر 1 هنشقلبها هتكون 1 اوفر نيجاتيف 6 طب هنا بيقول لي زي مالتيبلجيتيف انفرس اوف ذا نمبر 3 اند هاف طب هنعمل ايه هنا هنا في كويشن نمبر 5 بيقول لك ذا مالتيبلينر انفرس اوف ذا نمبر 3 اند هاف دلوقتي هنا انا عندي ده ميكسد نمبر فلازم انا اخلي الميكسد نمبر ده احوله لاي امبروبر فراكشن اتخلص من ال 3 دي ازاي؟ نعمل بور الدينومينيتور هنا 2 هنا برضه بيكون 2 وبعد كده بنعمل 2 multiply 3 وبلس 1 2 باي 3 6 6 بلس 1 بيكون ايكوال 7 هيكون 7 اوفر 2 ده يعتبر الفاليو الحقيقيه لمين؟ للميكسد نمبر دي انت كده عملت ايه؟ انت حاولت المكس نمبر لامبروبر فراكشن انت كده ما حلتش المساله هو عايز بقى المالتيبلكيتيف انفرس اللي, اللي انت عملته ده هيكون 2 اوفر 7 فهو ده اللي هيكون الايه الانسر the مالتيبلكيتيف انفرس اوف ذا نمبر 5 10 5 تنس دي اصلا اوفر 5 5 اوفر 10 لو انت جبت بقى الريسيبروكال او المالتيبلكيتيف انفرس هتكون 10 اوفر 5 و10 اوفر 5 ديت بتكون ايكوالز الايه الـ 2 10 اوفر 5 هتكون ايكوالز الـ 2 طب هنا بيقول لي ذا مالتبليك انفرس اوف ذا نمبر 1 هيكون برضو 1 ذا مالتبليك انفرس اوف ذا نمبر نيجاتيف 1 هي هي برضو نيجاتيف 1 لان انت هتجيب الريسبروكال بتاعت ال1 هيطلع لك برضو هي هي برضو 1 طب هنا بيقول لي ذا مالتبليك انفرس اوف ذا نمبر نيجاتيف 3 اوفر 5 تو ذا باور 0 احنا قلنا قبل كده ان اي نمبر باور 0 بيطلع لك ب1 يعني كل ده ب1 هتقول لي مستر بنيجاتيف 1 عشان هنا في نيجاتيف ما انا ما قلتش كده انا ما قلتش كده اي نمبر. اي نمبر اني نمبر باور 0 ايكولز 1 طب هنا بقول لك the multiplicative inverse of the number absolute negative 3 over 5 احنا عارفين طبعا ان الابسلوت بيتخلص دايما بيكنسل دايما النيجاتيف بيكنسل دايما الايه النيجاتيف فهيكون هنا الـ هيطلع النمبر بالبوزيتيف يعني هيكون 3 اوفر 5 طب هو عايز المالتيبل inverse هيكون 5 اوفر 3 هيكون الانسر كده 5 اوفر 3 إيه 3 نمبر 11 بيقول لك ذا راشن نمبر a ماينس 1 اوفر 5 هاز ا مالتيبل inverse اف a not equal ممكن اجيب الملتبلاي انفرس للراشونال نمبر ده بس بشرط ان ال a not equal a هو على فكره جاب لك الاسم ده بتاعت الملتبلاي ده مع الاسم الاولاني بتاع الراشونال نمبر عارف انت لو كان احنا كنا بنقول ان النمبر ما ينفعش يكون راشونال او بيكون نوت راشونال لما بيكون الدينومينيتور بتاعته بتكون زيرو فلو كان هنا ال a ديت مكانها 1 لو كانت ال هنا مكانها 1 اه فمش هيكون راشنال ما ينفعش نجيب له المالتيبل انفرس ليه؟ لان 1 1 ب 0 0 اوفر 5 طب نيجي نشقلبها تبقى 5 اوفر 0 مش هتنفع مش هتنفع فعلشان كده احنا هنا بنعمل ايه؟ بقول له هنا ان الـ الـ ان النمبر ده بيكون له مالتيبل انفرس بس بشرط ان ال a ايه نوت ايكوال اقول له نوت ايكوالز ال 1. احنا كنا بنحلها ازاي؟ كنا بنجيب بشوف النمبر جابه لي هنا نيجاتيف 1 وبجيب الانفرس بتاعته او الاوبزيت بتاعه بدل ما نيجاتيف 1 هجيب هيكون اوبزيت ال1 بدل ما نيجاتيف 1 هجيب الاوبزيت بتاعه اللي هو الاوبزيت 1 طب هنا بيقول لي ذا راشونال نمبر ويتش هاز نو مالتيبليكتيف انفرس الراشونال نمبر اللي ما عندوش مالتيبليكتيف انفرس خالص هيكون هنا مين؟ هيكون ال1 the number which has no multiplicative inverse فهيكون مين؟ هيكون الـ 1 معلش اسف الزيرو اسف الزيرو <applause> الزيرو ده النمبر الوحيد اللي ما ينفعش يكون له مالتي انبوتس لان الزيرو بيكون بيزيكلي اوفر 1 نيجي نشقلبه يكون 1 اوفر 0 لا مش هينفع نبدا ندخل في مسائل تشوز وتخلي بالك او ندخل في المسائل اللي بعديها اللي هي الكومبليت 2 اوفر 3 ملتبلاي نيجاتيف 4 اوفر 5 ايكوالز نيجاتيف 4 اوفر 5 ملتبلاي هنا لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا بيعمل كوميوتد بروبرتي يعني 2 اوفر 3 ملتبلاي نيجاتيف 4 اوفر 5 بيكون ايكوالز نيجاتيف 4 اوفر 5 ملتبلاي 2 اوفر 3 كوميوتد property دي برضه زيها بس يا مستر فينا نيجاتيف دي 5 اوفر 7 دي نيجاتيف 5 اوفر 7 ايه يعني مشكله حط لها نيجاتيف برضه نيجاتيف وحط برضه الايه الراشن نمبر 2 اوفر 3 هيكون ده زي ده بس يا مستر ده نيجاتيف وده هناك بوزيتيف ده multiply يعني انت لو جيت تطلع ده 2 باي 5 10 و 3 باي 7 21 وفي نيجاتيف هنا هنا برضه 5 باي 2 10 و 3 باي 7 برضه 21 احط برضه نيجاتيف شوف الاثنين زي بعض ازاي 2 اوفر 3 ملتبلاين 3 اوفر 2 ده نمبر والملتبلكتيف انفرس بتاعته فيكون ايكوالز الايه؟ اي نمبر ملتبلاي ملتبلكتيف انفرس بتاعته بيطلع لك في الاخر ب 1 يعني 2 اوفر 3 ملتبلاين 3 اوفر 2 هيطلع لك في الاخر بكام؟ هيطلع لك في الاخر ب 1 لان 3 اهو 2 باي 3 6 و 3 باي 2 برضه ب 6 6 اوفر 6 بيكون ايكوالز الايه؟ ال 1 4 اوفر 5 ديفايد ال 1 اني نمبر ديفايد ال 1 هيكون هو هو ذا سيم نمبر 4 اوفر 5 هو هو نفس الايه؟ النمبر طب لما لما يجي بقى ايه يعكس لك الدنيا يعني ازاي؟ 1 ديفايد 2 اوفر 7 احنا قلناها على فكره في حصه الشرح ان ال 1 ده بيزيكلي اوفر 1 وافضل حاجه انك تعمل ايه؟ كروس ملتبليكيشن 1 باي 7 7 1 by 2 ب 2 بقت هتبقى 7 اوفر 2 خلي بالك لما تيجي تعمل كروس مولتيبيكيشن ستارتنج فروم ليفت طيب هنا 1 اوفر 4 اه ديفايد 2500 ديت الطالب الشاطر الفاهم الفاكر احنا كنا بناخدها في جريد 6 وقلنا ان ديت الفاليو بتاعتها الاساسيه ب 1 اوفر 4 او لو انت مش عارف ممكن تكتبها على 25 2500 هي بيزيكلي 25 اوفر 100 هيطلع لك في الاخر بكام بكوارتر بقت كوارتر ديفايد كوارتر في الاخر يطلع لك بكام ب 1 كوارتر ديفايد كوارتر هيكون ايكوالز ال 1 نيجاتيف 4 اوفر 5 ملتبلاي وات ايكوالز نيجاتيف 4 اوفر 5 اني نمبر ملتبلاي ال 1 اللي هو اللي هو المالتبليكتيف ايدنتيتي بيكون ايكوالز ال1 لما يجي لك السؤال ده يقول لك نيجاتيف 4 اوفر 11 مالتبلاي وات ايكوالز ال1 هيكون المالتبليكتيف انفرس هيكون نيجاتيف بدل ما 4 اوفر 11 هيكون 11 اوفر ال4 ال ال يبقى نيجاتيف 11 اوفر ال4 طيب برضو 2 and 3 over 5 multiply what equals 1 هنحاول الماكسيد نمبر دي improper فراكشن ازاي؟ الدرمينيتور هيكون زي ما هو الدرمينيتور نعمل 5 ملتبلاي 2 وبلس 3 5 باي 2 10 بلاس 3 هيكون ايكوال 13 13 اوفر 5 ملتبلاي A بيكون ايكوال 1 13 اوفر 5 ملتبلاي ايه ايكوال 1 هيكون 5 اوفر 13 الملتبلاي كده بانفرس طب ده ايه التنسز على فكره التنسز دي يعتبر بيزيكلي 8 اوفر 10 يبقى برضه 8 over 10 multiply ايه بيديني ال 1 هيكون الملتبليتر انفرس هيكون 10 over ال 8 وممكن تعملها سمبليفاي كمان يعني انت لو عملتها كالكريتور هتطلع لك بـ هتطلع لك ب 5 over ال 4 تكتب دي او تكتب دي طيب كويشنز نمبر 11 4 multiply what equals 5 السؤال ده جميل قوي ومش اي حد يحله ومش اي حد يحله هي ممكن تيجي بطريقه بقول لك بالكالكليتر هنجيبها يعني بالكالكليتر ممكن يعني عامل بالظبط لما اجي اقول لك ايه 2 ملتبلاي ايه بيديني ايكوال 6 فانت هتقول 2 ملتبلاي 3 جبتها ازاي ممكن اقول له 6 ديت ديفايد 2 ال 6 ديفايد 2 يديني 3 اهي ده بالظبط اللي احنا هنعمله. 4 باي 8 بيديني نيجاتيف 5 هنعمل دي ديفيجن كده. يبقى نيجاتيف 5 ديفايد 4 بس. يعني دي زي المساله دي انا حطيت مسألة عشان بس تفهم الفكره فعشان نطلع 3 ممكن اعمل اللي بعد الايكوال ده ديفايد 2 يطلع لك ب 3 اما هنا برضو نفس الفكره نيجاتيف 5 ديفايد 4 هيكون نيجاتيف 5 اوفر ال 4 طب نمبر 12 هنا بيقول لي 2 اوفر 3 وبراكت 2 بلس half ايكوال 2 اوفر 3 ملتبلاي 2 بلس ايه فنعمل ايه هنا لو جيت تبص على الكويشنز دي نمبر 12 هنا ف هتيجي تلاحظ هتلاقي الديستربيوتيف بروبرتي يعني عامل هنا 2 اوفر 3 ملتبلاي 2 اهي وبرده 2 اوفر 3 ملتبلاي الهاف يبقى هنا المفروض اكتب هنا 2 اوفر 3 ملتبلاي الهاف وما تسيبهاش كده طلع الفاليو بتاعتها هنكنسل 2 مع ال 2 هيكون ايكوالز 1 اوفر 3 يبقى هنا 1 اوفر 3 فهيكون الانسر هنا هيكون 1 اوفر 3 في التشوز هنا بيقول لك 2 اوفر 3 ملتبلاي الاكس الاكس دي كانها زي الدوتس كده على فكره 2 اوفر 3 ملتبلاي ايه بيديني 5 اوفر 7 ملتبلاي 2 اوفر 3 لو كنسلت ده مع ده هيطلع لك ايه هي 5 اوفر 7 يعني هنا عمل ايه هنا عمل كوميوتيف على فكره يعني كل اللي عمله هنا عمل كوميوتيف بروبرتي 2 over 5 divided x equals 2 over 5 multiply negative 7 over 9 السؤال ده جميل فانا عايز الفاليو بتاعت الاكس هنا لو جيت تلاحظ هنا هتلاقي ان الديفيجن قلبه بقى ملتبلاي يبقى اللي بعد الاكس يبقى اللي النمبر اللي بعد الديفيجن لازم تجيب المالتبلكتيف انفرس بتاعته تقلبه يعني هو جايب لك هنا يعني negative 7 over 9 يبقى كانت في الاساس negative 9 اوفر الايه؟ اوفر ال 7 بتخلي بالك من الحته ديت x minus 1 is a multiplicative inverse of 1 over 5 فانا عايز الفاليو بتاعت الـ x السؤال حلو. ده حلو طب تعالى نكتب النمبر ده كده x minus 1 multiplicative inverse لمين 1 over 5 1 over 5 انت هتجيب المالتيبلكتيف انفرس بتاعتها بدل ما 1 over 5 هتكون 5 over 1 يعني 5 شوف عامله زي ايه بقت عامله زي الايكويجن هنودي النيجاتيف 1 دي الاذر سايد ايام جريد 6 بقى هنودي النيجاتيف 1 ده الاذر هتروح بالبلس هتبقى الاكس ايكوالز 5 بلس ال 1 بيكون ايكوالز 6 فيبقى الانسر هنا هيكون ايكوالز ال 6 يبقى تاني تاني بيقول لك هنا ان الاكس ماينس ال 1 از ا مالتبلكتيف انفرس اوف 1 اوفر 5 زين الاكس ايكوال فهنعمل ايه؟ فالاكس ماينس ال 1 ديت تمام هنعمل فيها ايه؟ ال 1 اوفر 5 هنجيب المالتيبل انفرس بتاعتها بدل ما 1 اوفر 5 هتكون 5 اوفر 1 و 5 1 ما لهوش لازمه هنودي النيجاتيف 1 الناحيه الثانيه فالاكس بتكون ايكوالز 5 بلس ال 1 يعني الاكس بتكون ايكوالز الايه؟ اس 6 الاكس بتكون ايكوالز اس 6 مش 2 over 7 بلس 3 over 5 از ا مالتيبلكت بانفرس اوف يبقى المفروض هنا هنعمل ايه فكره فكره المساله ان احنا بنجيب الصم بتاعت البراكت ده يعني 2 اوفر 7 بلس 3 اوفر 5 زي ما اتعلمنا بنعمل هنا ايه كروس مالتيبلكيشن 2 باي 5 10 بلس 3 باي 7 21 ونعمل دول multiply بيكون 35 هنجيب الصم بتاعتهم بيكون 31 اوفر 35 ما تستعجلش وتبقى فرحان وتروح تاخد دي لانه ما تنساش انه قال لك هنا ايه؟ مالتبليكتيف انفرس يعني هنعكس ديت بدل ما 31 اوفر 35 هتكون 35 اوفر الايه؟ ال 30 if 3 times a number is 27 then third of that, of number equal السؤال هنا بيقول لك 3 times a number is 27 انا عايز الثيرد بتاع النمبر ده يعني بيقول لك هنا ايه؟ 3 at 3 times at تايمز times a number النمبر ده حط مكانه دوتس is يعني to equal 27 3 by 8 equals 27 هيكون 3 multiply 9 يبقى هو النمبر اللي هو قصده عليه 9 قال لك ال9 اللي انت طلعته بقى ثيرد اوف ذات نمبر. ثيرد ادي ثيرد اوف اوف دي على فكره ملتبلاي ذات نمبر اللي هو 9 9 ديفايند 3 يكول 3. هيكون الأنسر هنا هيكون الـ 3 يبقى تاني تاني لما يجي يقول لك if 3 times a number is 27 ادي 3 times ادي المالتبلاي a number حط مكانها دوتس is 27 وبعدين هيكون ال 9 قال لك انا عايز ثيرد اوف ذات نمبر يعني ثيرد multiply 9 هيكون ايكولز في الاخر كام؟ 3 x over y equals 2 over 3 فانا عايز الفاليو بتاعت 3x over 2y طب هنا هنعمل ايه؟ هتعمل substitution هنشيل الاكس هو قال لك الاكس هنا ب 2 والواي هنا ب 3 شوف ادي 3 ادي 3 اللي ما بين ال 3 والاكس هنا في ملتبلاي ملتبلاي الاكس الاكس اللي هي ب 2 اوفر ال 2 هنا في ملتبلاي الواي الواي هنا بكام ب 3 3 باي 2 6 2 باي 3 6 6 اوفر 6 ب 1 تطلع بكام في الاخر ال 1 برضه مساله برضه اللي بعدها زيها اهيت ال70 ديت يعتبر بيزيكلي اوفر ال1 بيقول ايه بيجي يقول لك انا عايز الاي a 70 الاي هنا نحط مكانها 70 اوفر 2 ملتبلاي ال b ادي 2 ملتبلاي ال b ال اللي هي بكام اصلا ب1 اعمل على كالكليتور يطلع لك ب 35 هنا بيقول لك ابسولوت فاليو الاكس اوفر ال5 ايكوال 3 ابسولوت فاليو الاكس اوفر ال5 ايكوال 3 فالاكس هنا الفاليو بتاعتها هتكون equal زي يعني كده احنا كنا بناخدها في جريد 6 ال3 دي اصلا اصلا اوفر 1 وكنا بنعمل كروس مالتيبيكيشن 1 باي ابسولوت الاكس هيطلع لك باكس 3 باي 5 هيطلع لك في الاخر ب 15 هتقول لا مستر ب 15 بس انا عايز اقول لك على حاجه الابسولوت فاليو ديت كان دايما بتاخد النمبر بالتو فاليوز كان دايما بياخد النمبر بالتو فاليوز يعني بالكمتين اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف يعني ممكن أحطه جوه الابسولوت ديت بوزيتيف 15 او نيجاتيف 15 بوزيتيف 15 او نيجاتيف ايه 15 فعلشان كده احنا هنختار بوزيتيف اور نيجاتيف 15 عشان كده احنا هنختار بوزيتيف اور نيجاتيف 15